ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول المتخصص في الشأن التركي الأستاذ معين نعيم. أستاذ معين، بداية مرحبا بك، كيف تقيم مخرجات قمة اليوم بين الرئيس التركي أردوغان ونظيره الروسي بوتين؟ يعني أعتقد أنها حالة اللا منتصر واللا مهزوم، هي حالة من الوفاق جاءت تلبي طلبات الطرفين وتحقن دماء السوريين، حيث أن جميع الأطراف كانت قبيل هذا الاتفاق وقبيل هذا الإعلان تتكلم أو قبل هذا الإعلان تتكلم عن طلبات مطلقة في تحقيق في عفوا عن طلب عن رغبة في تحقيق مطالبها بشكل مطلق، لكن الاتفاقية جاءت كحل وسط تضمن للجميع تلبية جزء من مطالبه، وفي نفس الوقت كما قلت تقي إدلب من حملة عسكرية كانت ستنتج على البعد الإنساني مذبحة وعلى البعد السياسي والأمني بالنسبة لتركيا تهديد خطير. اتفاق بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب، يعني إلى أي مدى ترى أن هذا الاتفاق ربما يعد نصرا للدبلوماسية التركية التي خرجت غير راضية من اجتماع طهران؟ أعتقد أنه هذا يدل أن أوراق تركيا كانت في إدلب وعلى طاولة المفاوضات أوراق قوية، لولا ذلك لم استطاعت أن تفرض هذا الحل الذي كما قلت لك وإن كان لم يلبي كل مطالب تركيا لكن لبى الحد المقبول لتركيا بل أكثر من ذلك، وفي نفس الوقت طور شراكة تركيا سورية روسية في سوريا، وهذه أيضا نقلة نوعية للعلاقة التركية الروسية. أعتقد أنه هو ليس أقل من نجاح للدبلوماسية التركية، وليس دبلوماسية ناعمة فقط، فهي من المرات القليلة النادرة التي تستخدم فيها تركيا الدبلوماسية الخشنة في مفاوضاتها وفي علاقاتها. إلى أي مدى يعكس هذا الاتفاق علاقة روسيا بإيران؟ أعتقد أن روسيا ليست الوحيدة في علاقاتها مصلحية مع إيران، فكل الأطراف تقريبا في المنطقة تتعامل مع الأطراف الأخرى بنظرة مصلحية بحتة، واتفاق اليوم يعطي تأكيد واضح أن إيران أن روسيا وإن توطدت علاقتها وإن كانت علاقتها مع إيران علاقة وطيدة إلا أنها تبقى علاقة مصلحية يمكن أن تضعف أو تزيد بناء على مصالح ومكاسب روسيا في هذه في الواقع السياسي. واليوم كانت اتفاقية إدلب أعتقد أنها ليس فقط بالنسبة لإيران وكذلك بالنسبة للنظام ليست ما يتمنوه، ولكن أعتقد أن روسيا وسيطرتها على الساحة هي التي فرضت هذه ما مدى إمكانية تنفيذ هذا الاتفاق على الأرض في ظل أطماع إيرانية موجودة في إدلب؟ أعتقد أن أحد أهم المخاطر التي هذه الاتفاقية هو الأطراف الإيرانية والنظام السوري والميليشيات المسلحة الكردية هناك التي أو عفوا في المنطقة التي يمكن أن تعمل على تفجير الوضع في إدلب تحت أي مسمى. يعني أنا أعتقد أنه قد تدخل بعض الأطراف تحت مسميات مختلفة داخل إدلب لإضعاف موقف طرف من الطرفين، إن كان إضعاف موقف روسيا أو حتى إضعاف الموقف التركي، لكن على الأقل في حال توحدت القوى السورية وقوى المعارضة السورية في إدلب خلف هذا الاتفاق ودعمت الموقف التركي أعتقد أن احتماليات قدرة الأطراف الأخرى على إفشاله ستكون ضعيفة، وإلا إن تفتت الصف السوري المعارض بين أقطاب مختلفة فإمكانية إفشال هذا الاتفاق ستكون مع الأسف واردة. ماذا عن رد فعل النظام السوري وكذلك إيران على هذا الاتفاق؟ يعني هناك تصريح للخارجية الإيرانية بأن قواتها لن تشارك في عملية عسكرية في إدلب. لا، واضح أنه هو أن إيران وصلت إلى حالة القناعة أنه ليس هناك عملية عسكرية في إدلب، أما إن كان الحديث عن الدوريات المشتركة فأعتقد أن الاتفاق لا يتكلم إلا عن دوريات مشتركة روسية تركية ولم يتكلم عن دوريات مشتركة بين النظام ويشارك فيها النظام أو تشارك فيها إيران. أعتقد أنهم مضطرون على الأقل في العلن وبشكل رسمي على قبول هذا الاتفاق، لأنه قبول واضح منه أن هناك محاولة لحقن الدماء ومحاولة للحصول على
الحد الأدنى من المطالب لكل الأطراف المشاركة في الاتفاقية السياسية. نعم الأستاذ معين نعيم المتخصص في الشأن التركي، شكرا جزيلا لك.